بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابع ومتابع قناة الأستاذ خالد الناجي. مرحبا بالطلبة الجدد اللي يتبعوا الدراسة ديالهم في الكليات أو في المدارس العليا. بعض الطلبة كيطلبوا لو بلون ديال الكور ديال الجبر بو لي فيليير اس ام بي اس ام سي اس ام اي بي سي جي ام اي بو اس ان. لو بلون اللي غنمشيو عليه في هاد لي فيديو اللي كنديرها السلسلة ديال لي فيديو على الشكل التالي. دونك غنبداو ب بروميي بوان لي هما لي بولينوم، غنشوفو ديفينيسيون اي كيلك نوتاسيون، ثم ديفيزيون اوكليديان سويفون لي بويسونس ديكروسونت، ثم راسين دان بولينوم اي اوردر دي ملتيبليسيتي، فاكتوريزاسيون دي بولينوم ان كوفيسيون ريال، ثم ديفيزيون اوكليديان سويفون لي بويسونس كروسونت. اي اون تيرمين هاد لو شابيتر بار دي زيكزيرسيس. من بعد غندوزو لو دوزيام chapitre les rois, les fractions rationnelles, les renchauffer quelques généralités, quelques définitions, mais ben, la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples, soit dans R ou là dans C, ou mal la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples de seconde espèce, et là, de première espèce, mais ben, dans notre mot, une série d'exercices, renchauffer très bien 10 exercices ou la plus. Le troisième chapitre, ou le chapitre de l'espace vectoriel, on fait l'espace vectoriel définition, Thomas sous-espace vectoriel avec des définitions, Thomas sous-espace vectoriel engendré par une partie d'un espace vectoriel, la base d'un espace vectoriel, et on termine le chapitre par des exercices d'application. Mais nous verrons le quatrième chapitre, le dernier chapitre, les applications linéaires, un chiffre de définition et vocabulaire, tout mal les propriétés élémentaires des applications linéaires, l'image et noyau d'une application linéaire, tout mal cas de la dimension finie, un chiffre théorème de Durand, une bête, l'autre point, un chiffre théorème Durand, ses applications, et on termine par des exercices. Bénisbel, les séries des exercices, mon concours sera le Facebook Léa, prof Nadia Khalid. Le numéro WhatsApp et la chaîne YouTube de Yann Naji Khalid Science. قبل ما نختم هذه الفيديو غنقدم لكم واحد النصيحه اساسيه كطريقه للعمل. اول حاجه غنضبطوا لو كور دابا، غنضبطوا لي بوين لي دار لو بروف لي طرق لو بروف لونفي. لا دوزيام شوز غنخدم لي سيري دي زيكزيرسيس بنفسي، يعني غناخد لا سيري سوا من لي سيري ديال لي تي دي ولا لي سيري لي ممكن أو في لا باج فيسبوك ديالي، غتخدموا لي زيكزيرسيس فو ميم، يعني نتوما غتحاولوا تخدموا لي زيكزيرسيس. من بعد ممكن تكومباري سوا مع لي سوليسيون اللي كنعطي في لاشين يوتيوب ولا لي سوليسيون اللي كيعطي لو بروف في لاصال ديال تي دي. ثم ركزوا على اس ان لان هي المفتاح ديال ليسونس. غنعاودها، ركزوا على اس ان، حاولوا تجيبوا اون بون نوت، حاولوا تجيبوا لي مونسيون في اس ان، لان اولا الطالب كيتشجع ومن كيتشجع وكيضبط المفاهيم وممكن انه يحصل على لي مونسيون في زوتر سيمستر. التجربه كتاكد بان اغلبيه ديال الطلبه ما كيحصلوش على لي بون نوت في اس ان، ولكن من بعد ممكن يتغيروا كيجيبوا لي بون نوت، ولكن دائما كيلقاو راسهم بانهم ما جايبينش لي مونسيون، لان اس ان كيكونوا فوتوا الفرصه انهم يحصلوا على نقطه جيده في اس ان، رغم ان اس ان هي السيمستر الاسهل تقريبا. كنتمنى لكم التوفيق مره اخرى. ما تنساوش بارطاجيو القناه ديالنا مع الاصدقاء ديالكم او في المجموعات باش نواصلوا نقدموا مزيد من الدروس ومن التمارين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.